وهنا توا وصلنا في لمة رمضان للدريساج بحدا الشيف هاني شحويل. صبا صبا تعبت اليوم. انت اللي تعبتنا بالريحه مش انت اللي تعبت. حتى انا تعبت اليوم. شو هذا يا شيخ؟ دونك كما قلنا نعاودوا نذكروا الساده المشاهدين بالبرنامج تاعنا توا واللي خلطوا علينا توا. احلى اليوم شنو طيب؟ فوالا دونك اليوم عملنا شوربه نتاع دويده اللي هي شوفو دونج، عملتها بالخضره وكما قلت قبيله اني تونستها شويه معناها فوالا اوترومون دير حطيت لها شويه طماطم معناها كونسونتري طماطم معجونه وشويه ريسا عربي. عملت هنا الباغيت فارسي اللي تطلبتها منا المدام اللي كلمتنا المره اللي فاتت، هاكا لبينا لها الرغبه نتاعها ونورمالمون شفت الروسيت تاعنا كيفاش عملناه. وعملنا هنا كوم ديسير، عملنا البان كيك عملته بالديريفي نتاع التمر اللي هو الرب نتاع التمر، وزينته بشويه غله وشويه فاكهه، معناها كل قدير وقدر. كل قدير وقدر. اما توا انا شايف باش نطلب منك، الله غالب انت تعبت، اما انا المشاهدين اللي خلطوا علينا توا لازمهم يعرفوا طريقه الطهي نتاع كل اكله من الاكلات اللي حضرت لنا اليوم، ونبداو بالدويده. اكيد بون، بالنسبه للدويده هنا استحقيت شطر مغرفه تاع ماكله طماطم معجونه، شطر مغرفه تاع ماكله هريسه عربي، استحقيت راس بصل، كابتن سفنيريا ظراف ولا كعبه باهيه كبيره، قرعه خضراء، قرعه بتزينه، لفت وحطيت فيها البوارو اللي هو الكراث ورا، قصت لها المعدنوس والسلق، قليتهم مليح مع بعضهم الكل، من بعد مرقتها خليتها تطيب في عقلها، من بعد خلطت المعدنوس والكلافس في الاخر سامحني. اي بوي بعدين وقت طابت الخضره نتاعي سي بون كلها مليكله، حطيت الدويده. ردوا بالنا ديما كما قلنا لاستيوس قبيله، ردوا بالنا انه الدويده ما نحطوش كونتيتي اكثر من الماء باش ما تجيناش معجنه، كما نشوفوا احنا هنا تو المقارونه تاعنا بليتو السوب نتاعنا ايكيليبغي بالدويده وكذا وبين الخضره والدويده. وخلينا كما قلت انت يا شيف اخر وقت نرميو فيها فوالا، اذا كانت شوربه اي نوع من لي بات دو بريفيرونس باش ما تعجنش. اكزاكتومون، خاطر ما نعرفوا احنا لي بات هما كلهم سون ديفيكول ويسيبوا لنا من بعد نقولوا احنا تبهت لنا المرقه نتاعنا تاع الباز دو سوب معناها، فهمتني؟ فوالا سي بور سا ماذا بينا ديما اخر وقت. شايف شويه بعد في الشوربه بعد السيم قداش من ساعه والكل، ماذا بينا في الشوربه نبعدوا شويه على الزيت الزايد وك الحروريه الزايده باش المعده اول حاجه نحطوها في المعده، بعد كويس الماء وكعبه التمر وساعات السلاطه كما قالت لنا الطبه نتاعنا، نبعدوا شويه على الشوربه اللي فيها الدهان برشا وكل، ونمشيو للشوربه اللي فيها الخضره هذيك باش الصحه نتاعنا تقعد لاباس ونكملوا شهر رمضان واحنا لاباس. شايف نمشيو الباغيت فارسي. بالنسبه للبات نتاعي استحقيت 250 غرام فارينة، 100 غرام ماء، 25 غرام زيت وشويه ملح. وكما نقولوا الجرام عند الشيف كيما ليتر، فوالا معناها كي نقولوا 1000 نقولوا كيلو ماء صافي ايتر ماء. نقولوا فوالا بالضبط هذاك هي معناها ليكيفالون تاع الوان. عجنت مليح ولا عجنت لا والله ما نعرفش، يمكن كان تبعتنيش قبيله جاي. اي تبعتك. تك تك معناها ما فيها حتى شيء، سيتون بات ليجير، بات سوبل تتحل معناها معاك، تمشي معاك في الحلين، ما تاخذ ما فيهاش لا فراع على حد شيء. وما نعرفش يمكن حتى كان الساده المشاهدين يلاحظوا انه لا حطيت العظام لا حطيت حليب لا حطيت حد شيء. زيت زيتونه، ماء، فرينه، ملح وخميره، بيان سور نسينا الخميره سامحني ذكرتها توا، الخميره نتاع الخبز حطيت ساشي كامله فهمتني، وخليتها ارتاحت شويه يمكن نص ساعه ومن بعد خدمتها تو سامبل. ان شاء الله تكون المدام اللي لبينا لها الطلب نتاعها اليوم فرحت بيه وباش تعملها الباغيت فارسي. اكزاكتومون. ات هوم. فوالا هنا حطينا شويه صوص. عملت اكومبانيومون صوص تاع بونا، عملت مايونيز، صوص الاي وصوص الجاريان. باش نعديهم بالفريت. ولا هذيك هي الباغيت فارسي تو سامبلومون. وبالنسبه للديسير بيان سور ما ننساوش، عملنا اليوم بان كيك بالديريفي نتاع التمر اللي هو الرب نتاع التمر، فريمون حاجه بنينه 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 على الاخر. انا تو نشوف في برشا ناس ياكلوا في البان كيك بالسيرو دو غابل وبالشونتي وشكالوت وكذا ومن هنا فريمون اي سي الميثود هذه اقل ابار حتى الاسهل، حتى نحكي كوتي صحيين كوتي صحي. نحن تو في رمضان نعرفوا اللي الناس كل ناكلوا ودهون ولا تزيد في البدن وكل حاجه ولا حاجه ناتورال ما فيها حتى شيء، جوست شويه غله وشويه فاكهه وبنينه بنينه على الاخر. فوالا دونك نذكروا المشاهدين نتاعنا بالروسيت نتاع البان كيك نتاعنا. دونك حطيت 125 غرام فرينه، كعب عظم،
ساشي خميره نتاع جاتو اللي فيه شيميك، استحقيت زيد ساشي سكر فاني سكر فاني واستحقيت معناها حكيت 70 غرام حليب تو سامبلومون، خلطتهم كل مع بعضهم خليتهم يرتاحوا حاجه سهله ولا اكزاكتومون. بعد في الكويسون ديما نحاولوا ندهنوا المقله نتاعنا نعطيوها بشويه زيت شويه زبده باش ما تشدناش الوان، ولا جينا برك الله معناها البانكيك كاب بانكيك تاعنا جينا منفجه كيما نقولوا احنا واقفه جوابيه موراه 5 على 5 غوبا متكامل ما فيه شوربه سخون فيها الباكيت فختيل احنا ساعات نتشهيو كل حاجه اللي كنا ناخذوها في فاست فود سورتو جوار احنا توا هنا معناها الباكيت فختيل الفارس تاعنا حطينا فيه سكالوب، حطينا بزيت شويه سكالوب وقليته في البصل اللي اكزاكتومون هي يولي صحي فوالا. وحاجه كيما هيك احنا دخلنا بروتين في 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 في, في, في البلان تاعنا، معناها كي تشوف هنا عندنا عجين بروتين دونك لو بلان تاع لو منيو تاعنا الي كومبلي من مجاميع. فوالا اكزاكتومون كيما لي بلان تاعك كومبلي من مجاميع وصحيه او ميم طون بنينه برشا برشا. خليني نقول لكم البارح على المرقه الحلوه اللي تبعتولها فيها، انا سرقت عشيه من هوني، كانت مرقه حلوه بنينه 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 برشا. اكيد تبعتونا، وكان اللي ما تبعتوناش تنجموا تلقاونا على الباج اوفيسيال تلفزه تي في، تلقاو الغوبا والمقادير الكل وتتبعوا الشيف في طريقه الطهي. انا ندعوكم باش تجربوها، هي مرقه بنينه برشا. نمشيو توا لاجابه التشنشينه نتاع اليوم اللي قالت التشنشينه علي تتسمى بالسين، ما هي مكحله ما هي سكين، اولادها 12 وخدامها 60. الاجابه هي الساعة المونجالا. يعطيكم الصحة، فما إجابات برشا جات نصيحة يدخلوا معنا في القرعة ويربحوا معنا الكادو اللي باش يكون كيما نعاود نقول لكم ليلة العيد. نمشيو للعبة الأخرى اللي باش يربح معنا الفاغ أغو باسي من نيو ستار وتلفزة بوتيك. الفاغ أغو باسي ربحوا لمين العربي من قفصة، لمين العربي من قفصة هو اللي ربح معها الجوف من تلفزة بوتيك ونيو ستار اللي توا قاعدين نشوفوا فيه الفاغ أغو باسي، واللي طلع هو السوم الصحيح متاعو كي كلمنا على 81 105 105 طلعت القرعة وطلع اسمه هو الفائز سي لمين العربي. إن شاء الله مبروك، وراهو باش يوصل لك الفاغ أغو باسي مع تلفزة بوتيك، توصله لك حتى باب دارك وزيد فيه عام جارانتي. شيف يعطيك صحة، انت عايشك يعطيك صحة، تعبتك شوية معايا. لا فما حتى تعب، بالعكس انا واقف ساعتين. لا والله فيك بليزير، فيك بليزير وعلى راسي وعيني، وان شاء الله ديما نقولوا احنا انه الفايدة حاصلة للسادة المشاهدين. اكيد هذاك هو الهدف نتاعنا، وان شاء الله تكون روحنا خفيفة عليهم. انا توا معليا كنقول لكم كاين شهية طيبة وبسلامة.